رسالة لكل الناس الموجودين في شرق في شمال السودان وشرقه وسطه، شيلوا سلاحكم ودافعوا عن القوات المسلحة، ودافعوا عن نفسكم انتم، عشان بتزيدوا قوة للقوات المسلحة. القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من أبنائكم انتم، عشان برضو تحموا نفسكم. الناس دي القتلة، الناس دي المجرمين بيخشوا في البيوت بيغتصبوا بتاع. نعم من حقكم الناس اللي انفجروا أمس وهنا وهناك، ما زيانا انتوا زي ناس الجزيرة الأنبار انفجروا في البرهان، زيانا زي الشيء اللي حصل لكم ده. وأنا حصل لي زيادة في الجنينة، حصل لي زيادة 57 يوم، أهلي بموتوا 3000 جريح كويس قطعت فيه وزلط، والأربع شهور أنا والله بيعتذر جدا للناس اللي شلتنا بدون وجه حق ذاته، يعني اجحطنا في حق الناس ساكت، وتشيلنا يدنا طبصنا به وإينا، وكسرنا ظهرنا وكسرنا ظهر الجيش في الأربع شهور. لكن قسما بالله وإزتي وجلالي أنا أقسم بالله تاني لا أموت، لو فضل زي ما قال أخونا حامد ودى الفل والتهية له، والله لو فضل واحد نفر عسكري واحد أنا التاني معه، أقسم بالله ما بتراجع. وتحياتنا لكل الناس، وانتم منصورين. شوفوا المرة دي قالت شنو، عينوا لا يا جماعة عينوا، أنا والله مخاطبه واحد ذات أقليه الصوت يجي نظيف صافي عشان الرسالة تصل. طيب ربنا يصلح الحال بجد، فيديو يعني صعب شديد، وديل ناس الخرطوم وهي استقادة في وقت مدني، ونحن برضو عندنا حالة وحالات أكعب من كده. دارفور دي خليه يعني في ناس ماتوا عديل بالجوع والمرض والتعب. فقالت أول مرة أنا ذاتي يعني بتشوف كده إنه تطلع فيديو إنسانة معروفة يعني مش كده كده مختزلة قبل اليوم، عندها قروش وتأكل وتشرب يعني أمورها طيبة، وصلت لمرحلة قالوا يا أخي الناس ساعدوني أنا ماشي مصر. أنا في رأيي الشخصي ما تمشي مصر، إنتوا يا جماعة تعالوا الناس مصر المساعدة. أول حاجة رقم تلفوني مع الناس، لو ما عندك رقم تلفوني أكتبوا لها رقم التلفون هنا، ترجع بالرقم التلفون بعد ذاك تقومي شنو، تقومي تاخد نتواصل تاخدي رقم حساب بعد ذاك الدار يساعدك. والله نحن ما علينا الا نقدم حاجه الكلام اللي قلتيه عبر الصفحه ويمشي، ما حنقدر نقول اكثر من كده، وربنا يصلح الحال. فعشان كده هسي اللي بعرفك منو يساعدوك مساعده، ده هسي انا 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 اديتك سبورت في الصفحه بتاعتي انا، لانه فيه 3500 نفر اليوم، كل الناس بيكونوا موجودين، واكيد انت انسانه قبل اليوم مختدره وشالوا حقك وحديدك واي حاجه. ولكن انا سؤال بس، انتوا يا جماعه الناس اللي قاعدين في مصر، انتوا ماشيين مصر ولا شنو؟ مصر في شنو؟ انتوا ماشيين تستغلوا شنو في مصر؟ نصيحتي لك امشي القضارف، حس الناس لو ساعدوك قلت لك يجري قرشين امشوا القضارف، امشوا الضواحي بتاع القضارف، ما الناس اللي قاعدين هناك جنة برا واتكبروس وصراف وبازورة مكرا وين الجمل وفرشتو بكل جزول يوم. والله انا ما قادر لا بتعيشي هنا، تعيشي كيف ما تعيشي، اجري ناس خليه يزرعوا لك الخريف ذاته قرب يجي بالقروش اللي بتلقاها. بس انا جاري مصر، مصر في شنو؟ انتم عايزين تقدموا لجوء يا جماعه؟ ها؟ الله يصلح الحال، وربنا ان شاء الله يعني يجبر الكسر والجنجويد قتل مجرمين، واي زول بيجي بقول لك لا للحرب. طيب حلو، دايرين نناقش لا يمشوا القرى الضواحي بتاع القضارب، مش القضارب جوا ذاته، القضارب جوا بتنقيت مويه ذاته ما عندها. طيب دايرين نناقش الناس اللي بيقولوا لا للحرب سريع كده بوجاله شديد كده، الناس اللي قاعدين يقولوا لا للحرب. طيب كلكم اتلموا اطلوا مليونيه عملوا سلام مع الجنجويد، والله في ناس عمره طبعا صح زي الكلاب اللي جابوهم لنا في الجزيره دي، الناس اللي بيقولوا لا للعرب دي، يا تلقاك حاطي يا جنجويتي يا انت عارف لو قلت لا للحرب وقفت الحرب والجنجويتي المتخلف المجمل المعفن الرمه جاب في بيتك، والله تشيل سكين تطعن نفسك. انت دارت ايش مع جنجويتي؟ كيف الجنجويتي لما نيجي يقعد معاك وتعمل معاه سلام يا روح قلبك يا حبيبي، انت تعمل معه سلام اول حاجه بنتك ما بتعملها ومالك ما بتعمله وقت، وما في قضاء، ما في لا تقول لي قضاء ولا بوليس ولا جيش ولا مصائب الزمان، بقسموا معاك الدوله دي النص وبيتك النص وسريرك النص، وبقسموا معاك بنتك ومرتك، ما اخر تموت من الذل والحوار ده. الكلاب البيبي واحلهم في المعسكرات النزوه واللجوء الموجودين القاعدين في دارفور الان، الناس قاعدين في المعسكرات
واحد يجي يكورك عشان داري بيه أهله في معسكرات النزوه واللجوء ويلقى له قرش قرشين دولار دولارين ياكلوا. بالله شوف الكمية بتاع الوضاعة والناس الرديين والناس اللي ما عندهم شرف وما عندهم أخلاق وما عندهم دين. طبعا عشان القروش ده ممكن يبيع أمه ذات يبيك. انت الناس اللي قاعدين في المعسكرات دي يا جماعه، انت قال لك يعني انتوا امبارح شفتوا الشيء اللي حصل، يعني بيع واضح، يعني بيع واضح، يعني ولا عندك حاجه ذاتي انت كدارفوري. خلينا من الكيزان وما اعرف ليك هناك الناس اللي قاعدين هناك والجيش وبرهان ده كله خليهم، ما عنده لك اي حاجه حسابات. يورو وين استرليني والدولار يجري في جيبه وما عنده مشكله، حبوبه حبوبه تبيع. ودائما وابدا شفتها بجي بسكب لك ال 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 ها بجي 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 بلعب في المياه الاكر. رسل اكتبوا لهم رقم تليفوني يا جماعه. الواحد دائما بجي بجنو بسيط في المياه الاكر ويمثل لك واحد كده شريف. الناس كشف الحقيقه، اي ذول معدن قسما بالله الناس اللي قاعدين ورا الشاشه دي اقسم بالله العظيم اذكى مننا بمراحل. ما تفتكر الناس اللي قاعدين الرقم 3500 نفر دي البشر ديل ما ديل ده ما رقم ساكت، ده ما ده البشر قاعدين بيه قاعدين، وفي تليفون واحد قاعدين الان بيشاهدوا 3 نفر واربع نفر. حدك اتحدى اي ابقى مفوت يطلع لايف يكون فيه 3500 نفر. حدك بتلعب ليه ولا شنو؟ بلساننا ودي كلمه حق بنقولها. وشوف ان احنا تاني ما بنغطي لاي وسخ وما بنغطي لاي قرف، ولم نجيب اساميكم، ولم ننبس زول، ولم نقطع زلط في زول، ولم ننبس قبيله، ولم ننبس الجيش، ونحن مع الجيش وانا مع الجيش وانا عسكري وتبا لاي زول ما مع الجيش. لما نقول الجيش ما القيادات، ما البرهان وياسر عطا والكباش، الجيش كجيش. ليه مقلد الجيش؟ السودان ما سقط، ما سقط زي العراق، ولا سقط زي اليمن، ولا سقط زي ليبيا. كل الناس المهاجرين القطوا البحر الابيض المتوسط الجو طريق بتاعت ليبيا، بعرفوا ليبيا كويس لما يجوا من قطرون والاخايد يخشوا سبحه ويجوا الاخايد ام الاراني وام الاراني ويجوا سبحه، وبعد ذاك لما يخشوا طرابلس عارفين المحل ده فيه شنو. والله العظيم اقسم بالله في محل اسمه البيت الابيض جنب البحر الابيض المتوسط، ده محل بتاع التحريب، ده كان محل بحريه بتاع الجيش، والناس جزء من المهاجرين يمكن قاعدوا في البيوت ده، مرافق حكوميه تلقى عديل حاجات كده عسكريه عديل قعدنا فيه، وبعد ذاك المحاربين هربونا. اتخيل ليه يوم الليله انت جيشك قاعد، ليه يوم الليله انت جيشك بدون طيران؟ دير قياده بس، والقياده بتجي، القياده بتجي. انا واثق تماما. وشوف يا سيرتي كمان اسمع الكلام ده كويس، لازم تحضروا المليونيه بتاعت باريس. اي ظل لما نقول دارندوكا معناته دارندوكا من مستري لخايد الجنينه وتمشي لي جبل مون وضواحي جبل مون وناس جبل مون. التحيه لكم، لازم تحضروا المليونيه. نحن نقيفوا مع الجيش ونعصروا الجيش وتاني ما نختلفوا معه، لا من ربنا يصلح الحال ويجينا قياده ونسله ونظهر الجنجويد. ما عندنا اي خيار ثاني، ما في اي خيار. ناس كثير بيقول لي احمد انت زمانك انت اختلفت مع البرهان كويس، الزمن ذاك انت كسرت ظهرنا وخليت الجنجويد يتمكن. ما عندك اي خيار، ما عندك شغله بحركه مسلحه، ما عندك شغله بزفت الطين، ما عندك اي حاجه. نحن كمواطنين ناس دارندوكا الجنينه يا حر الجنجويد برا، نقيف مع القوات المسلحه قلبا وقالبا، نعصر الجيش ده لا من نتمكن من الجيش ونشيل استمارات من الجيش ونكون نحن جزء اصيل جدا من الوطن ده لتحرير الوطن ده. أنا قادر الحتة دي بس، والله لو لقينا نفس بس من الجيش وقال لنا أوكي في الموضوع ده، أقسم بالله وعزتي وجلالي أنا ما بخلي جيش، ما بخلي زول مواطن إلا جيشته، يعني أنا من اتجاهي بس من مستري لخاد الناس اللي قاعدين في تشاد وجبل مون 500 ألف ده أنا تابع لي أنا، ده 500 ألف والله العظيم. أنت ذاتك مرات كده تعاين كده تقول أسمع دي مرة ولا راجل نصوان ذاته بيتسلوا. تحياتنا لهم الأسود سطروا تاريخ وتبا للخونة والخسيسين والأفن والرمم، الظهروا مع كيكل الناس اللي ضيفوا الجنجويد في الجزيرة على قدهم مو يشربوا، تبا لهم والأمصار مزاد. الله يفتح فيه كم نفر يا جماعة، الله يفتح فيه كم نفر، اكتبوا لي يا جماعة. أنا ما شايف اللايف اختفى لأنه فيه هجوم تقيل. الله يفتح فيه كم نفر يا جماعة، ما في أي مجاملة ثانية. طيب الو انا في لايف،
يعني الله فيه كم فيه كم نفر؟ اوكي تفضلي. لا لا تقولي حاجه تفضلي تفضلي. أول حاجة صوتي واضح مش واضح البيت صح؟ بقطع شبكتك تعبانة. المهم اتكلمي. طيب أول حاجة التحية والاحترام للناس المشاهدين كلهم وال 2 مليون و655. أنا بقول يعني 2000 2000 قصدي، وان شاء الله يكونوا 2 مليون بعد. نتمنى انه الشعب السوداني كله يتكلم يشوف ويصل 2 مليون واكثر، يعني عشمنا في الشعب السوداني. طيب يلا بالنسبه للتوضيح يا احمد، بالنسبه للناس اللي بتقول الجيش فيه طابور، معلش يعني بس اسمح لي انه انا اكمل الفكره كامله. الجيش يا احمد ما فيه طابور، الطابور في القيادات. قول لي ليه؟ انا ادي تفسير. الليله الجيش يا جماعة يا الشعب السوداني يا زعلتوا وقلت الجيش باع، الجيش ما باع، الجيش ما فيه طابور، الطابور في القيادات فوق، أوضح لكم كيف. طيب إذا كان الجيش ديل واللي هم طالعين من رحمل الشعب السوداني، الجيش ديل هم أبنانا أولادنا وأخواننا وأبهاتنا اللي عايشين اللي هسي ماسكين المؤسسة اللي بيخوضوا في الحراك ديل. لما يجي واحد انا الليله مثلا ولدي ده يطلع عشان الليله يحميني انا ويحمي ناس بيته، انا اجعل عشان عايشه ظروف صعبه جدا، اقوم بورق ابيع ذمتي وامشي اتواطى مع العدو واجي اطعن في ظهر ولدي، يبقى هنا هو يحميك كيف؟ دي واحده. الحاجه الثانيه هو عشان يحمي الو الو فصل انا رابط واي فاي، فصل الواي فاي هنا.